Je m'appelle Hamza Brietl, je suis membre du bureau de l'association marocaine des propriétaires des cafés et restaurants, la préfecture de Sralat Temara. Et on vient de terminer notre réunion des membres du bureau et nous sortons avec les points suivants. Alors, nous assurons complètement notre responsabilité en adhérant aux décisions gouvernementales, à savoir la fermeture des cafés et restaurants, et ce en préservant la santé de tous. Deuxième point, nous demandons à l'ensemble des adhérents, des propriétaires et gérants des cafés et restaurants de la préfecture de Sralat Temara, bien sûr de l'association marocaine des cafés et restaurants, de respecter cette décision. Troisième point, alors suite à la crise sanitaire mondiale et notamment même locale, avec certainement une implication directe sur l'économie mondiale et bien sûr locale et surtout financière. Alors nous demandons au nom de l'association marocaine des cafés et restaurants de la préfecture de Sralat Temara de tenir des réunions avec l'ensemble des structures gérant cette crise. Et ce, en vue de trouver des solutions notables pour préserver la sécurité pour les employés de ce secteur, car ces gens-là ne peuvent. Au nom de l'association marocaine des cafés et restaurants, à l'ensemble des structures de l'État responsables justement de cette crise, de tenir compte de la gravité des employés et des propriétaires pour passer cette crise, notamment en apportant des aides financières à ces structures, en tenant compte des problèmes au niveau des impôts, directs et indirects, au niveau de la commune, au niveau de l'ensemble de ces charges, car la fermeture de cette période, elle est inconnue. Et nous demandons justement à ces structures de tenir des réunions avec les responsables de notre association et de l'ensemble des associations en vue de trouver des solutions. Je vous en prie. شكرًا من بر مساء الجهة وأيضا الحدث 24. إضافة لما صرح به زميلي سي حمزة بريطل عضو بالجمعية المغربية. أنا محمد بوزيت مهني ورئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بعمالة سكرات تمارا. كنهيب جميع مهني قطاع المقاهي والمطاعم ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الوطني. أننا نتبعوا التعليمات ديال المؤسسات ديال الدولة. وخصنا نساهموا جميع كمواطنين وكمهنيين في عدم انتشار هذا الوباء اللي كيجتاح المملكة. وبالتالي احنا كجمعيه او كاعضاء مكتب ديال الجمعيه راه حنا مجتمعين الان وانتم جيتوا بالصدفه ولقيتونا مجتمعين. احنا الان راه مجتمعين لدراسه الوضع الراهن بما يكفل كل التزامات ديالنا بخصوص واجبات الاجراء اللي معنا وواجبات المساعدين اللي معنا وكذلك بما يضمن اداء الفواتير المترتبه على المهنيين بما فيها فواتير ديال الكهرباء وديال الماء وديال الانترنت وحتى رسوم ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحتى الاكريه والضرائب المحليه والضرائب الوطنيه وبالاخص والاقتطاعات البنكيه بخصوص القروض اللي ملتزمين بها بعض المهنيين وتوفير المؤونه تاع الشيكات اللي كنتعاملوا بها مع اللي كيوسطوا لنا السلع ديالنا. وهذا هو الدور الهام اللي كتنهجوا الجمعيه المغربيه واللي على اساسه احنا مجتمعين الان. هذا هو الدور الهام اللي كنشتغلوا عليه وكندرسوه لايجاد صيغه توافقيه اللي ما غتضر حتى شي حد، لا الاجراء ديالنا ان شاء الله ولا المهنيين اللي كنتعاملوا معاهم ولا 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 كل الفاعلين في هذا القطاع. وهذا هو الدور الهام اللي كتلعبوا الجمعيه المغربيه للتنسيق وايصال المعلومه لكافه المهنيين ان على المستوى الاقليم او المستوى الوطني. ومره اخرى كنهيب بجميع المهنيين او كنهيب بهم جميع المهنيين انهم ينخرطوا في الجمعيات المهنيه او كل الجمعيات اللي عندها صله بالقطاع اللي غيعود بالنتائج ايجابيه لما نصبوا اليه كخطوات مستقبليه. مره اخرى اصر والح
على جميع رؤساء الجمعيات المستقلة بالمغرب. هذا هو الوقت فين خصنا نفكروا في انشاء واحد الفيدرالية اللي كتعنى بهذا القطاع باش نكونوا طرف طرف لتقريب المقاربة التشاركية اللي كينادي بها صاحب الجلالة في مجموعة ديال الخطابات ديالو. اذا كنشكر الجميع على التضامن ديالو، وحنا كجمعية مغربية راهن الإشارة ديال مؤسسة الدولة في اي عمل تطوعي تحسيسي توعوي في سبيل انقاذ البلاد ديالنا في هذه الجائحة اللي كتمر منها الان. حنا راه كمهنيين راه تقبلنا القرار ديال الاغلاق بصدر رحب، الايمان ديالنا والحس ديالنا بالضروره ديال التفعيل ديالو، رغم ان الحكومه او بعض المنابر نشرت على انه غادي يتم الاغلاق مع 6 العشيه، لنا كامل الفخر نقولوا باللي راه الجمعيه المغربيه نادت بالاغلاق على 9 صباحا من اليوم. كنا كناديو المهنيين بالاغلاق، ما نتسناوش حتى 6 العشيه احتياطيا لتفادي تطور الامر. مساله اخرى، حنا باقي مجتمعين الان لايجاد صيغه اللي غتضمن الاجراء ديالنا السيوله الماليه ديالهم. الله يحسن العوان، الناس راه كاين اللي خدام بالنهار، كاين اللي خدام بالاسبوع، كاين اللي خدام بالشهر. اذا حنا كنناقشوا الان كجمعي كمكتب كيفاش غنلقاو شي صيغه توافقيه لهاد الفئه باش ما تضررش من باش ما يطالهمش الضرر ديال الاغلاق، وفي نفس الوقت غنلقاو شي صيغه اللي غنتوجهوا بها للمسؤولين ديال الدوله باش يجلسوا معنا كممثلين ديال المهنيين لايجاد صيغه ديال الاداء ديال هاد الفواتير وديال هاد توفير المؤونه ديال الشيكات ديال المهنيين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد اللطيف الصروخ رب مقهى، عضو بالجمعيه المغربيه لارباب المقاهي والمطاعم بعمله صغيره تماره. نرحب بالحضور الكريم ونرحب بكم كصحافه من اجل هذا اللقاء المباشر. اننا في الجمعيه المغربيه لارباب المقاهي والمطاعم بعمله صغيره تماره، ومنذ ظهور الوباء كنا كاعضاء المكتب نجتمع بصفه دوريه من اجل ايجاد حلول او بلورات بعض الخطوات الاحترازيه من اجل الحد من تفشي هذا الوباء الذي هاجم العالم، وسوف لن نكون اي بقعه في الارض يعني في منأى عنه. اذا كما قلنا كنا دائما على الاتصال المباشر، نحن كأرباب مقاهي منضوين تحت لواء هذه الجمعيه من اجل ايجاد حلول وطرح اسئله وطرح بعض المواضيع كيفيه التعامل مع هذا الوباء. اذا في هذا الشان اصدرنا عده بلاغات يعني متتاليه، واليوم منذ صدور ومنذ ان توصلنا او صدور يعني من قرار السلطات العموميه باغلاق المقاهي، فصارعنا واتخذنا الخطوات اللازمه في هذا الشان. وبالفعل يعني معظم المقاهي في عمله صغيره تمارا يعني سدت، وخان البلاغ يقول حتى السادسة مساء، احنا في الصباح سدينا، والامور هذا يعني بواحد الوتيرة يعني متتالية. المقاهي يعني من 6 العشية غادي يكون كل شيء سد ان شاء الله. والسؤال اللي كيبقى مطروح هو اللي احنا دابا مجتمعين عليه تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة، هو ان كيفية التعامل مع النتائج هذا الاغلاق، لان احنا في كأربع مقاهي عندنا نتحمل مصائر يعني صوائر واكراهات عن ايادي عامله. يعني كيف نحن ندرس يوميا كيف التعامل مع هذا المشكل. يعني هناك ناس يعني من العمال اللي في المقاهي اللي عندهم كما يقولوا الكريدي، كاين اللي عنده مصاريف، كاين اللي عنده ناس في العائله مرضى، كاين اللي عنده يعني مصاريف زائده. اذا نحن دابا كندرسوا الموقف كيف التعامل مع هذه، كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الناس. وهذا هو السؤال يعني اللي هو قيد الدرس حاليا، وغادي نشوفوا مع الجهات المسؤوله كيف التعامل معه. وشكرا.